تعالوا نتفق نتساءل مع بعض، يعني انه انا عندي صناعيين مصريين شطار، عندي عمال مصريين شطار، ايوه، عندي سمعه كبيره ومهمه وعالميه في بعض الصناعات، اضرب لك مثل، يعني انا سمعتي كمصر في صناعه الاثاث، صناعه الموبيليا، سمعتي زي الفل زي الفل، سواء اذا كان على مستوى الصنعه الفرديه اللي هي كان يقول لك زمان عندنا كده في الكتب بتاعتنا في المدرسه واحنا صغيرين يقول لك ايه، وانه وتجلت موهبه الصانع في كذا وعمل كذا ونقش مش عارف ايه، طبعا ما تاخد بعضك وتروح تقعد تتفرج على مثلا المنابر اللي موجوده في الجوامع بتاعتنا، الكرسي مش عارف ايه، بلاش، تعالى ناخد حاجه اسمها شغل مصري قديم، كلاسيك مصري قديم، اللي هي الموبيليات الكلاسيكيه اللي هي الطرز الفرنسيه اللي كانت بتتصنع عندنا هنا في مصر حتى وقت ليس بالبعيد، مش هقول لك قريب بس ليس بالبعيد. الصانع المصري مذهل في موضوع الاساس، فنان ودقيق. على المستوى الاكثر اتساعا ان هو قادر على انه يعمل حاجه اسمها ماس برودكشن، يعني انتاج كمي لو صح التعبير، قدها وقدود 10 على 10. سمعة المنتج المصري في الموبيليا 10 على 10، يفضل لي نقطة بقى. طب أنا ليه مش بغزو العالم بهذه الصناعة؟ أقول لك، أهم قلعة لصناعة الموبيليا والأثاث في مصر، والله دون انحياز، مش عشان عندي نص دمياطي، لا، بس هي دمياط. هي دمياط. أي حد فينا أنا وأنت يجي يقول لك أنا هجيب الموبيليا من دمياط، عايز الحاجة تبقى متينة دمياط، عايز الحاجة حلوة دمياط، شياكة دمياط، أحلى خشب دمياط، أجدع صنعة دمياط. طيب هنعمل إيه علشان نطور صناعة الموبيليا، صناعة الأثاث في دمياط، ونوصلها للمكان، مش هقولك بقى اللي كانت عليه من بضع عشرات من السنوات، لا، ده أنا هقولك على الأحسن، إزاي أقدر الصناعة الدمياطي تتصدر زي ما كانت بتتصدر زمان قوي، ايام ما كان امي وخلاني عيال صغيرين كنا بنصدر، او كانوا يعني كانت مصر بتصدر. انا بكلمك على حاجه مثلا عمرها يجي 60 سنه، لحد 60 سنه هاتوا احنا كنا بنصدر. طب ايه اللي حصل؟ ده سؤال. طيب وهنعمل ايه؟ ما انا لازم ابقى فاهم الجذور، ايه اللي حصل؟ ويبقى السؤال بقى وهعالجه ازاي وهطوره ازاي وهكبر القصة دي ازاي بحيث ان انا اقدر ارجع تاني اوفي احتياج محلي واعرف اصدر. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. اهلا بيك يا سيادة النائبة. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي الصح؟ بنتكلم بطبيعة الحال على صناعة الاثاث في مصر، وتحديدا تطوير قلعة صناعة الأثاث ما بين قوسين دمياط. أيوة. إيه اللي حاصل في هذه الصناعة بحيث إنها ما احتلتش المرتبة اللي المفروض تحتلها على المستوى العالمي رغم السمعة الجيدة، وفي نفس الوقت إنه هذه الصناعة إزاي أقدر أطورها بقى علشان تبقى واحد من أهم روافد الاقتصاد المصري؟ هو في الحقيقة إحنا أهملنا صناعة الأثاث في دمياط، ما اشتغلناش على تطويرها، ما اشتغلناش على تسويق المنتج بتاعها. وكمان احنا عندنا صناع مهرة جدا 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 في هذه الصنعة. صح. ويعني الناس بيتصدروا لكل المحافظات، بيقوموا مصانع ومعارض موبيليا في كل حتة. ولكن ما اخدوش الجديد اللي احنا ممكن نتعلمه او نعمله، زي مثلا ما بنشوف المعارض بتاعه الشركات التركيه او بنشوف المعارض بتاعه الشركات الصينيه بتعمل ايه. يعني إيه؟ احنا كان ينقصنا من زمان اداره تسويق للمنتجات الدمياطيه. يعني انا مشكلتي في التسويق مش في التقنيه، مش في الاحترافيه التصنيعيه. لا يا فندم، احنا عندنا تقنيه جيده. لو انت جبت الواحد صانع خامة كويسة وقلت له أنا عايزة تعمل لي الموديل ده، هيعمل لك، بس هو يعرف منين الموديل ده غير لما أنت تجيبه له. لكن أنا مثلا أجي أقول له أنا عندي موديل تركي عايزك تعمله لي، يقول لي طب ماشي أنا هجيب كده، بس ده عايز ميكانيزم معين، هاته. بتتكلف الحاجة، بتتكلف.
طبعا خلي بالك كل مدخلات الصناعه مدخلات مستورده. كويس. اختلاف سعر الدولار زود على الصانع الخامه. فبالتالي هو ما يقدرش يعمل، بيضطر يعمل ايه؟ يتسوق خامات بديله او يتسوق خامات غير يعني في المتناول او حسب ايديه. طيب. ولكن انا كدوله او انا كمحافظه دمياط او حاجه عندي مسؤوله عني، انا عامله مدينه اساس عملها سياده الرئيس عشان تكون ركلام لكل المدن الصناعيه متخصصه في حاجه معينه زي الاساس. حلو. كان لابد ان انا ابتدي الاول بحاجه للتسويق، معارض تسويق للشغل بتاعي، اصفر الناس بره، كل الناس اللي شغالين في الخارجيه بتوعنا بره يقولوا لنا المانيا عايزه ايه، استراليا عايزه ايه، جنوب افريقيا عايز ايه، السودان عايزه ايه، الامارات ايه. انا كده محتاج ما يحويه أنا كده تساهوي هي. أنا كده محتاج يعني التمثيل التجاري. اللي بيترشوا في إيطاليا واللي بيترش في إيطاليا غير اللي بيترش في أستراليا، كل دولة عايزة حاجة. طيب. وإحنا لو كنا شاطرين كنا عملنا ده، لأن الصين عملت كده وسبقتنا وتركيا عملت كده وسبقتنا، لكن أنا الصانع الدمياطي أو الصانع المصري بتاعي ما يعرفش يعمل؟ لا يعرف يعمل. صح. يديله الخامة وهو هيعمل. طب أنا عندي هنا نقطتين يا سيادة النائبة. أول نقطة يمكن علشان أنا زي ما كنت دايما بقول وده حاجة أفخر بيها، يعني أنا نصي دمياطي. فأدعي أن أنا عندي ده أنت كده ده أنت خلاص أنت بقى مش نصك، أنت كلك بقى هي مسؤولة عن النص الآخر. طيب ايوه طبعا، ونص اصل نص الدمياطي اللي هو ماما يعني. فانا ادعي يا رب يخلي حضرتك، ادعي ان انا اعرف شويه على صناعه الاثاث، وبحكم النص الدمياطي فانا بحب الموبيليا فعلا، هوايه بالنسبه لي جدا، وبقعد اتفرج كتير وبقرا كتير وبتابع كتير. العالم دلوقتي اصبح بيتجه في تصنيع الموبيليا مش للاخشاب الطبيعيه بنسبه 100%، العالم اصبح بيتجه لما نطلق عليه بلاي وود، الخشب الرقائقي، وده بتبقى شرائح شديده الرفع بتتعمل. احنا كلنا شفنا الحاجات دي بره. حلو. وعجبنا. أيوة. واهالينا مستخدمينها في بيوتهم بره و100 فل وعشرة. بالظبط. بس انا اعرف ازاي النو هاو، اجيب بقى مركز تكنولوجيا التصنيع، اجيب الناس اللي مسؤوله في وزاره الصناعه لتطوير الصناعه، اجيب المكن الجديد، اعمل تدريبات، الحاجات اللي موجوده تبع وزاره الصناعه وقاعدين بياخدوا مرتبات وهم اصلا مش منفذين على ارض الواقع العمل. طيب هناخدها واحده واحده لسه. يبقى انا كده عمليا عايز يبقى عندي المصانع اللي تطلع لي الالواح اللي هشتغل بيها، سواء اذا كانت بلاي وود او كومبريسد اللي احنا كنا زمان نسميه الخشب الحبيبي، ده اللي بيشتغلوا في الدنيا. احنا عندنا مدارس صناعي في دمياط في كفر سعد كانت عملت الخشب المضغوط ده. حلو. وكانوا بينتجوه، بس المكن لازم يتطور، لازم الاداء يتطور، اللي بيعملوه الطلبه غير ما بيعملوه واحد بروفيشنال. طبعا. لما اجيب النو هاو من بره واطبقه على بتاع، انا عندي حذر كتير في الخامات ممكن استخدمها على خشب مضغوط. طبعا. بس اعمل ده ازاي؟ طيب ايه الحائل؟ لازم يكون في اراده ان انا اقوم ده. كان زمان في دمياط في شركه مخصوص لاستيراد الاخشاب، شركه وطنيه، وكان كل نجار عنده كارت بيستلم بيه الخشب. دلوقتي احنا الخشب عندنا عنده تجار كبار، تمام التمام. الخشب ده بقت بورصه، بالظبط زي بورصه الذهب، زي بورصه اي حاجه، النهارده بسعر بكره بسعر، اعلي مش هبيع النهارده هستنى اركنه. انا عايزه اعمل ايه؟ عشان كده انا في فتره من فترات قدمت مقترح لسياده دوله رئيس الوزراء ان احنا نعمل جزء من مدينه الاساس منطقه حره. وعرضت الامر ده في مكاتبه بعتها له على المجلس، على مجلس الوزراء، علشان الماده الخام دي تيجي شويه يعني ترحمني شويه من الجمارك وما شابه من بعدها، لان انا كل يوم بسعر. طب انا افكر مع حضرتك بصوت عالي، هفكر مع حضرتك بصوت عالي اذا سمحتي لي يا فندم. تحت امرك. العفو يا فندم، العفو. الاول انا محتاج ان انا اخلق استقرار في سعر الخام. هل انا هنا هبقى محتاج انه يبقى في عندي زي هيئه الشراء الموحد في مساله الدواء يبقى عندي حاجه اقرب الى ذلك في انها تستورد لي المواد الخام اللازمه لتشغيل مصانع الالواح على انواعها، سواء اذا كان رقائقي او مضغوط الخ. ادي واحد. اتنين، ان انا محتاج ان انا اعرف ادخل
المكن الجديد ده، علشان ده عمليا هو واحد من اهم عناصر الانتاج بتاعتي، فانا عايز المكن الجديد اللي يشغل لي مصانع الالواح اللي هديها المصانع الموبيليا تشتغل. الحاجة التالتة هي التدريب. أنا كل ده مجرد أفكار بصوت عالي مع السيدة النائبة إيفيلين. حضرتك دي أفكار مترتبة على بعضها. أنا علشان أطلع صانع شاطر لازم أجيب له مكان صح، أجيب له ناس تدربوا عليه، أجيب له خامات يشتغل بيها، خامات جيدة، مش أجيب له خامة كده وبعد كده أجيب له خامة وحشة. لا، لازم الخامة تبقى جيدة 100%، لازم عشان أطلع منتج ينافس العالمية. ثم أشتغل مع الإخواننا في التمثيل التجاري في وزارة الصناعة علشان يفتحوا لي أسواق، نعمل معارض. وزارة الخارجية باشا، أنا لما سافرت ألمانيا لقيت الناس هناك عندها استعداد، بس مع هو شغال بطوله، يعني هو كسفير شغال بطوله، كل حاجة شغال. طيب إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين نبقى إحنا لينا شباب كتير متخرجين سفرة بتوعنا يشتغلوا في التسويق. دلوقتي الدنيا بقت صغيرة جدا، اللي أنا بعمله في مصر معروف في أوروبا، واللي بعمله في أوروبا معروف في أمريكا، اللي معموله في أمريكا معروف في اليابان. أنا معرفش أعمل أجيب الشباب اللي هو منطلق في الميديا وأقول له اعمل لي شركة تسويق وأمشي بيها وأحط كل منتجاتي وأشوف الناس محتاجة إيه وأنا ممكن أصممه لكم. أعرف يعني ده صعب عليا؟ أعرف صعب عليا. اللي عايز يشتغل هيشتغل، بس فين الإرادة واتخاذ القرار؟ أنا عايزة حد يقول لي يلا نشتغل. إحنا الصناعية كلهم دلوقتي قاعدين، معظم الصناعية دلوقتي حولوا الورش بتاعتهم لكافيهات ومطاعم وحاجات كده يعني، ودلوقتي كلهم بيشتغلوا في الدليفري لأن مفيش خامة موجودة متوفرة بالسعر اللي يقدر يشتغل بيها ويقدر يكسب منها ويقدر يبيعها. أنا بكلمك بصراحة. إذن فبالتالي أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه عشان أشغل بقى الدنيا؟ لا، أنا أجيب الخشب أنزله من غير، أنزل المكن من غير جمارك، ما دام عايز أعمل صناعة. أنا إحنا كلنا دولة واحدة. طبعًا. وزارة الصناعة زي وزارة المالية زي وزارة الخارجية، كلنا بنمثل مصر. كلنا لازم نكون سفرة لمصر. أنا أقوم الصناعة إزاي؟ أشوف مقومات الصناعة إيه عندي، وليكن في دمياط. خشب يبقى أجيب خشب. هعمل ألبان يبقى أجيب بتوع اللبن صح. اللي بيجيبوه من بره أدخله من غير جمارك لفترة عشان أقدر أعمل منتج أقدر أغذي ببلدي وأطلع بيه للتصدير. أنا عندي منتج زي صيد السمك ما عملتلوش مينا، عندي ثلثين أسطول الصيد على مستوى الجمهورية جوه عزبة البرج لحد النهاردة ما اتعملهاش مينا. ليه؟ مش عارفين لحد النهاردة ليه مش عارفين. إحنا عندنا مقومات صناعة كثيرة ومحدش شايفها. دمياط دي تشغل الجمهورية كلها. لا هي دمياط تشغل تشغل. من فترة اليابان الثانية. لو احنا بدمياط اشتغلنا كل شعب الجمهورية يشتغل. من سواقين ومن نقل ومن لا والضمايطة قدها وقدود. ده مفيش فيه خلاف. استرجية ومن مذهبتية ومن الجديد. كل الصنعة دي كلها هتلاقيها الدنيا. مش معنى دلوقتي الصناعية بتوعنا بيسافروا برا وبيشتغلوا. ده أنا اللي اسمي فندي بعرف أشتغل بالبتينة على الموبيليا. وهي دي دمياط. إن دمياط بتعلمك. دمياط بتبني شخصية متكاملة بصراحة. أنا عايز أشكرك جدا سيادة النائبة إيفيلين ماتا عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. وأشكرها جدا 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 على أولا. سواء إذا كان التفكير العملي. والحماس الشديد لأجل نهضة قلعة من أهم قلاع الصناعية اللي موجودة في مصر.